وزير الاعلام انس الفقي احال حلقة يوم الجمعة الماضي من برنامج الكرة في دريم للجنة تقييم الاداء الاعلامي. طيب معايا على الهاتف الرئيس التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، استاذ مدحت البلتاجي. اهلا بك، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ معتز. يا ترى تعاملتم ازاي مع هذه الازمه؟ هل فعلا تمت اقاله كابتن احمد رفعت؟ هو طبعا يعني بمجرد ما يعني تاكدنا من الواقع اللي حصلت في التلفزيون، طبعا كان يجب ان يبقى في قرار، لان احنا طبعا كمجلس قومي وكجهه اداريه مسؤوله عن اعلاء القيم التربويه بشكل عام في الاتحاد الرياضي. كان واجب ان احنا الحقيقه ناخد قرار ب يعني باستبدال الكابتن احمد رفعت باحد الاعضاء الاخرين في مجلس الاداره. على اساس على اساس يعني كابتن مدحت بلتجي ده يعتبر اجراء يعني عقوبي او تاديبي لترسيخ قيمه الرياضه وانها بتبعث على ما فيش داعي للكلام ده يتقال في التلفزيون وما الى ذلك، ولا انا غلطان؟ لا طبعا هو مش يعني مش عقابي ولا حاجه، لكن من المنظور الاخر احنا يعني في خطا حصل وفي تصرف الحقيقه غير مسؤول، ده بيحطنا قدام موقف انه يجب ان يكون هناك قرار لارخاء زي ما بقول لحضرتك القيم التربويه وارخاء المسؤوليه. يعني ايه الغلطه اللي انتوا شفتوها قال بيها احمد رفعت استحق عليها الاقاله؟ انا بقول لحضرتك هي مش اقاله، هو مجلس الاداره نفسه معين، كل مجلس الاداره معين، واللي صادر قرار بتعيينه من رئيس المجلس القومي للرياضه. لا ما انا فاهم كابتن مدحت، هي مش اقاله، بس انت لما تقول لواحد انا هستبدلك بواحد تاني لو سمحت تسيب مكانك، خلينا نكون بسرعه، هي ما لهاش غير الكلمه دي. ما احنا قلنا بسبب الموقف اللي حصل في الحلقه اللي حضرتك اشرت اليها. يعني ما انا بقول ده تصرف ما هواش مسؤول. تمام. يعني يجب ان الاشخاص اللي بيتصدوا للعمل العام يكون عندهم نوع من المسؤولية ومراعاة القواعد العامة وحاجات كثيرة يجب ان تراعى، كون من مفيش مراعاة ده خلينا ناخد موقف وناخد قرار لتصحيح الوضع. طب كابتن مدحت حضرتك سمعت ان ربما يكون كابتن احمد رفعت ما كانش عارف ان هو على الهوا ومحدش نبهه لان هو على الهوا مباشرة، كان فاكر ان انها دردشه مع كابتن مصطفى عبده محدش سامعها غيرهم، فعشان كده كان واخد راحته شويه في الكلام. انت شايف انها على الهوا او مش على الهوا تفرق؟ لا هو يعني يعني اللي انا بتكلم يعني عنها يعني ما هي لو مش على الهوا ما كنتش هذا عندك ما كنتش هتاخد خبر بيها. تمام، انا بتكلم بقى طب مش على ما بين اعضاء وما بين الفرق الرياضيه وما بين الكلام ده، قد يكون هذا السوق ايضا موجود، فده احنا بنحمي المجال الرياضي من هذه يعني نقول السقطات او الهفوات، بحيث ان يبقى في اعلاء للقيم التربويه، بحيث ما يبقاش في تجاوز، يبقى في تقدير للمسؤوليه، يبقى في مراعاه لكل القواعد العامه في التحدث في التعامل مع الناس في لان احنا يعني بنشتغل في مجال رياضي، المجال الرياضي المفروض بتطبيق يراعي مثل هذه الامور. طبعا بشكرك على هذه المداخله، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضه الكابتن مدحت البلتاجي معايا دلوقتي نجل كابتن احمد رفعت، نشوف رد فعله ايه ورد فعل والده على هذا القرار. خالد رفعت، مساء الخير يا خالد. مساء الخير استاذ خالد. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، يا ترى كان تعقيبكم ايه على هذا القرار؟ لا هو مفيش حاجه، انا بس عاوز اوضح لك نقطتين. النقطه الاولانيه طبعا ان المجلس القومي زي ما الاستاذ مدحت قال ان هو صاحب حق تعيين المجلس المعين، فبالتالي هو من حقه اتخاذ القرار. لكن برضه في نفس التوقيت هو امبارح زي ما حضرتك عارف انا باكد بس وقعت ان هو في خطا حصل في البرنامج وانه كان مش على علم بان هو على الهواء، والكلام دوت كان نتيجه لتبرير لانفعالات حازم امام، كانت يعني والدي بيحاول يوضح لكابتن مصطفى ليه حازم امام اصلا عليه ضغوطات نتيجه ليه بعض الاقاويل بتتردد ان هي كذا وكذا، وده كان المفروض ان هي بره الهواء، ففي خطا لازم ان برضه الناس تتحمل مسؤوليه الخطا دوت، ما حدش هيتهرب منه، دي نقطه اولانيه. النقطة الثانية حضرتك ان هو لغاية امبارح انا والدي كان موجود في النادي وكان بيمارس شغله طبيعي، وانحى امبارح مشكلة كبيرة لكابتن نادي الزمالك اللي هو موضوع التعاقد مع محمود فتح الله وهاني البعيد، ونجح في انه
وحضر اجتماع مجلس الإدارة امبارح بشكل طبيعي، والنهارده الصبح هو الصبح لما لقى ان في تزايد للضغوطات اعلاميه في الموضوع دوت، حب انه يشيل الموضوع دوت عن كاهل المجلس القومي للرياضه، وهو بعت استقاله بالفاكس النهارده لمكتب المهندس حسن صقر، ودي موثقه وموجوده بانه عشان خاطر يشيل الضغوط دي من على كاهل المجلس الاداره والنادي. كون ان الكابتن مدحت بس شويه قال شويه حاجات كده يعني كبيره شويه، يمكن احتمال ان هو بيقول ان احنا بنحمي الوضع ومش بنحمي الوضع، طبعا دي يعني زياده شويه في الكلام، لان طبعا الكلام المفروض يكون مقدر، وبيتكلم على حد بقاله فوق عن 30 سنه في المجال الرياضي، قادر انه مش اول مره يطلع في التلفزيون، مش مبتدئ ان هو عارف ان هو يقول حاجه زي دي لايف كده على الهواء، لا مقدر يعني ان هو يطلع لايف على التلفزيون. شخص الوحيد في الوسط الرياضي داخل نادي الزمالك اللي خدم نادي الزمالك لاعب ومدرب ومدير كوره ومدير فني وعضو مجلس اداره ومدير عام للنادي، ده مش موجوده في اي نادي في مصر. يعني انت عايز اقول تفرق مسألة إقالة أم استقالة، المسألة دي عايز أقول يعني مضايقة كابتن أحمد رفعت لما بيقول هو من ناحيته مش مضايقة، هو دلوقتي على فكرة ودي في النادي، هو في نادي الزمالك وقعد مع الأعضاء والأعضاء قاعدين معاه وبيشكروه على مجهوده بتاع امبارح مع محمود فتح الله واللعيبة، فهو هو يعني ممتلي نادي الزمالك، ممكن إن كانت ممكن متقبل الوضع يعني. لا هو متقبل الوضع تماما، لأن هو بيقول لك هو يعني القصة مالهاش باستدراج إن حد هيطلع لايف على الهوا يقول الكلام ده، وهو عارف إنه لايف على الهوا، ده شيء لوجيك لاي حد يعني متخيل، خصوصا ان مش حد صغير في السن ومش حد مبتدئ، مش حد اول مره يطلع في التلفزيون. صحيح. على كل حال كل التمنيات الطيبه لكابتن احمد رفعت في مشوار